عمو برهوم خبرنا على شو ناوي، بتلف وبتحوم بتشد الخطاوي. يا عمو برهوم خبرنا على شو ناوي، بتلف وبتحوم بتشد الخطاوي. عندي إلكم مفاجآت، أسئلة حلوة ومسابقات، واللي يجاوبهم معنا يظهر عطيور الجنة على خطاوي السيلاوي. اهلا ومرحبا باعزائنا المشاهدين في كل مكان اللي قاعدين يتابعوا برنامجنا، برنامج خطاوي السيلاوي من المملكة العربية السعودية، تحديدا من جدة، وبالتحديد من مجمع العرب، وبالاخص من محلات أورنج. هذا الراعي الأساسي معنا في برنامج خطاوي السيلاوي الموسم الماضي وهذا الموسم الجديد. أورنج حقيقة يعني مميزين بما يقدموه من مفروشات ومن مفارش والحافات وكثير أشياء. اليوم احنا موجودين معهم في هذا المحل الجميل. حنبدأ أسئلتنا لجمهورنا الموجودين معنا، يلا تفضلوا حتى نبدأ نشوف مين حيجاوب على مثلنا الموجود معنا لهذا اليوم اللي بتكلم عن الصغار والكبار. يلا معنا. كيف حالك؟ الحمد لله. ايش قاعد تسوي هنا في أورنج؟ ادور مفارش عمي. مفارش؟ إيه. الوالدة موجودة هنا؟ ايوه. الله يخليك اياها، كيف انت والامثال؟ الحمد لله. صغير ولا كبير انت؟ الله اعلم. انت صغير ولا كبير سنا؟ انا كبير ان شاء الله. كبير قدرا، وسنا كم عمرك؟ عمري 14. الله يحفظك، ايش اسمك؟ انا اسمي حمد الصفياني. الله يحييك. يقولوا الصغار ايش مالهم الصغار؟ دفاتر ايش؟ ما مر عليك؟ لا ما مر عليك. الله يحييك. محمد فرصعيد اللي شفناه فيها نكمل. كيفكم يا حلوين؟ ايش اسمك انت؟ فارس. اهلا وسهلا. وانت؟ سلمان. يا هلا ومرحبا. فيصل. والد وحضرتك؟ الله يحييك. ابو ايش بالخير؟ ابو سلمان. ابو سلمان. هذا سلمان يخلي لك اياه. هذول صغار. يقولوا الصغار دفاتر ايش؟ دفاتر رسم. دفاتر ايش؟ لا تقولي دفاتر رسم في المدرسة بس. الصغار دفاتر التعليم. خلاص. الصغار دفاتر ايش يا فيصل؟ أو دفاتر مين؟ يلا بلاش دفاتر ايش، دفاتر مين؟ دفاتر أبوهم. يعني شيء قريب من أبوهم. أخوهم الصغير. الصغار دفاتر يعني شيء اللي تكتبه على الصغير لما تقرأ. نقشوا الحجر. العلم الصغار. نقشوا الحجر. نتكلم عن الصغار دفاتر. ما مر علينا. ما مر علينا. شكرا جزيلا، فرصة سعيدة. يعني هي مش ترويج لأورنج، لكن ايش اللي خلاك تيجي لأورنج؟ والله أول مرة بالصدفة بصراحة. والله؟ أول مرة بالصدفة بصراحة. لا مش النهاردة. بتاع أول امبارح. كيف وعجبكم؟ الحمد لله. طيب أهلا وسهلا فيكم. عندكم صغار؟ لا لسه ما فيش إن شاء الله في التفطير. إن شاء الله يا رب. هلا لما يجيكم الصغير ويكبر بقولوا، او هو صغير بقولوا الصغار دفاتر مين؟ لا مش عارف صراحة. عارفة؟ الصغار دفاتر مين؟ ايه كبار؟ مش عارف. ايش كبار؟ استحالة طبعا يعني. استحالة؟ كبار؟ مش عارف. الصغار دفاتر كبار ايش يعني؟ ايه معناها؟ ايوه. لا يعني ممكن يكون معناها يعني حسب تربية الكبار ليهم، هم يعني هم اللي بيمثلوا تربية ابوهم وامهم ليهم كان شكلها ايه يعني. عندك ام باذن الله حتكون مربيه فاضله للابناء الصغار. اجابتك صحيحه 100%. نعم الصغار هم دفاتر الكبار، يعني الابن مثل ما بتربيه انت وبتعلمه بيكون دفتر تفتح وتقرا فيه ايش اللي جواه. نعم تربيه الصغار هم دفاتر للكبار، فديروا بالكم على ابنائكم، ربنا يجيب لكم اياه ان شاء الله على خير باذن الله. موجودين باورنج، ربحتوا معانا جائزه جميله من اورنج. حنبدا بجائزه اورنج اللي موجودين اليوم معانا. أول جائزة حتكون نتعرف أبو إيش إن شاء الله في الخير. إن شاء الله بإذن الله هيبقى أبو أحمد إن شاء الله بشكل الله تعالى. ربنا يجعل لك إياه قرة عين أحمد. حنبدأ بمجموعة جوائز الآن تصلنا أورنج نختم فيها إن شاء الله. أول جائزة مقدمة لحضرتكم اليوم، أنتم في برنامج خطاوي السيلاوي على شاشة طيور الجنة موجودين معنا. أخذتوا جائزة، الجائزة الأولى هي عبارة عن واحد الجلابيات، ادوكم جلابيه بقيمه 300 ريال، هذه اول جائزه. موجودين في السلام مول حتى تسلموهم، لهم اكثر من فرع لكن فرعهم هذا اللي حيسلمكم في السلام مول. اول جائزه. الجائزه الثانيه موجودين في اورنج، في حدا من شباب اورنج تفضل عندنا لهون حتى يشرح لنا بس عن هذه الجائزه. تفضل. بعد اذنك تقرير سريع بجنبي هون حتى ناخذ الجائزه اللي اخذوها. ايش هي؟ ليكون جايين تشتروها نفسها؟ نفس الجائزه. لا نفس الجائزه نفسها. انا اخذت بس مش نفس تقريبا مش نفس الديزاين. رجعوا يجي هذا يجي اللحاف كينج سايز نفرين بيجي مع الشراشه وكله كامل كامل جاهز. شغل وين؟ صناعه وين؟ خامه امريكيه شغل الصين. تمام. شو سعره هذا عندكم؟ هذا مخفض لل 1500 بعد 1500 تخفض لل 900. والله بس صراحه 900 ريال و300. انا شرط لي هرجع على يا ابو احمد. جمع اللي بعده يا احمد. ابو احمد اون تايم متخصصين في الساعات، تفضل فرجينا ايش الساعه اللي اجت هديه، هل هي لحضرتك ولا لام احمد؟ طبعا ام احمد لحد الان ما جت جائزتها. ايش هذه؟ يعني هي ان شاء الله بيكبر احمد او تيجي بكره شقيقته كمان. هي ليست رجاليه ولا نسائيه، للبنوتات. حنصبر نشوف. الف للبصريات ادوكم جائزه، اتفضلي حضرتك شو فيها، هل هي لك ولا له؟ حتى نشوف دفترها ايش حيكون. نظاره شمسيه اظن ماركتها كاريرا والله اعلم. الله كانها ايش؟ مظبوط صح. نسائيه ولا لا؟ لا نسائيه طبعا. نسائيه. الف مبروك عليك، هذه الجائزه الاولى. وبعد ما خلصنا هذا البراند معروف بالنسبه لحضرتك؟ ايوه انا ايه هذا البراند معروف لحضرتك ولا لا؟ اه طبعا معروف. بدي اشوف متخصصين في العنايه للجسم للذكور والاناث رجالا ونساء برضه. الف مبروك عليكم، الدفتر تاعك اليوم لسه مفتوح على الركن السويسري. ادوكم ساعه، اتفضل حتى نشوف هذه ايش هي الساعه. بسم الله. لا بصراحه حلو جدا. طبعا المدام طبعا. الف مبروك عليها، هي جابت الجواب اللي كان مستحيل طلع مش مستحيل. نشوفها بس بعد اذنك للكاميرا هذه الساعه. الف مبروك عليكم، قيمتها اكثر من 850 ريال برضه. الف مبروك عليكم. ايش بتحبوا نسمع منكم كلمه لبرنامج خطاوي السيلاوي ولطيور الجنه؟ والله انا بصراحه بحب اشكر بصراحه البرنامج بصراحه، واشكر حضرتك بصراحه على صفقه جميله بالنسبه لي ديت، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله دايما ان شاء الله على طول. ونسمع من الدفتر. اتمنى لكم التوفيق ومتشكرين جدا يعني. جزيلا تواجدتم معنا. اذا الصغار هم دفاتر الكبار، انتم يا حبايبي يا صغار اللي عم بتشاهدوا بكره ان شاء الله بتكبروا وبتصيروا شيء تنقلوه عن آبائكم وأمهاتكم. حتى نكمل بعد الفاصل نشوف إيش هو اللغز اللي عم بيستنانا. يلا معانا. خطاوي السيلاوي. في هذه الزاوية تحديدا من مجمع العرب ترى فيها العجب. احنا واقفين هون وصوت الصدى الإيكو قاعد بيرجع لنا مباشرة من فوق، ولغزنا بيتكلم عن اسم طائر. إذا عكسنا نرى العجب. ما هو هذا الطائر؟ خلينا نتابع احنا وياكم مع المشاهدين. يلا معنا. ايش اسمها الأمورة؟ ايش اسمك؟ طارق. اهلا. وانت؟ شاري. الله يحييك يا مشاري. نسأل عن لغز هو للكبار ما هو للصغار، لكن يظهر على شاشة طيور الجنة اللي فيها كبار وصغار يتابعوها. نسأل عن ما هو اسم الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب؟ ما أدري. ما مر عليك. يلا نشكرك يا. والله يا غالي ما هي كلمة واحدة. السلام عليكم، كيف حالكم؟ طيبين؟ طيبين بخير. نسأل عن ما هو اسم الطائر الذي إذا قلبته ترى عجب؟ اسم طائر إذا قلبته ترى عجب. بجعة. إيش هو؟ تعالوا معاهم حتى. بجعة. ما هي بجعة. بجع. كيف يعني؟ يا عيني عليك. نعم إجابة صحيحة، البجع إذا قلبناها تصبح عجب، والعجب إذا قلبناها اسم طائر، إذا قلبناها نرى العجب. أول جائزة ربحتوها معانا أنت وياها يلي موجودين هنا اليوم معانا في هذا المول من أورنج، عبارة عن لحاف بقيمة 1000 ريال، ألف مبروك عليكم، هذه جائزة أولى. تابعوا طيور الجنة، تابعوا برنامج خطاوي السيلاوي، تعرفوا إنه في جوائز وهدايا. كم عدد الهدايا؟ ما بعرف. يلا هذه أول جائزة. الجائزة الثانية الركن السويسري اداكم ساعة سويسرية، ألف مبروك عليكم، قيمتها 900 ريال. والجائزة اللي بعدها حتكون من دماس. دماس إيش عندهم؟ ذهب من الدماس. تفضل افتحيها شوفيها سريعا، إيش هي هذه؟ وسريعا للكاميرا حتى نشوفها، إيش هذه؟ وردة مذهبة. نعم ألف مبروك عليكم. والجائزة اللي وراها من ستندرز وواحة الجلابية، ادوكم جلابية بقيمة 300 ريال موجودين في السلام مول برضو، ألف مبروك عليكم، تروحوا تاخذوها من هناك. وأون تايم متخصصين في الساعات، ادوكم ساعة خاصة لكم التنتين ما شاء الله. كيف الهدايا؟ حلو. ما كملنا بعد إلا حتى نختم معاكم في جائزتنا الأخيرة، جائزتنا الأخيرة لأنكم موجودين هنا في مول العرب، مجمع العرب، تروح على مدينة الألعاب أنتوا وأخوانكم الصغار وتلعبوا يوم كامل بهذه البطاقات. ألف مبروك عليكم. إيش حبوا نسمع منكم كلمة ختامية؟ شكراً. شكراً. شكراً لكم. وأنتوا أعزائنا المشاهدين نشكركم، إن شاء الله يكون لكم يوم تربحوا فيه مجموعة كبيرة من الهدايا والجوائز مثل ما ربحوا الموجودين معنا. حتى نلقاكم على خير في حلقة قادمة من الخطاوي اللي قاعدة تلف وتدور وتحوم. هذه تحياتي، أنا إبراهيم السيلاوي، إلى اللقاء. مفاجآت، أسئلة حلوة ومسابقات، واللي يجاوبهم معنا يظهر عطيور الجنة على خطاوي السيلاوي.